يا الله، تحياتي لأخي خليفي بشير. ما عاديش نطولو في هذا المباشر، هذا كلمة حق. كما كتشوفو هاد الشيء، هاد الوسخ اللي راه كيدور، ولا كما كنقولو السلام عليكم، رمضان مبارك من جديد الإخوان. اسمحوا لنا إلا اضطرينا، كتشوفونا في هذه الأيام هذا، ولكن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. عجبتوني، شكرا الاخ اللي قال لك على الرايه، وهذاك اليوم الرايه ديالنا اللي غادي نتكلموا الكلمه ديال الحق في الشخص، الا وهو نصر الزفزافي وما يدور في الحركه الفيسبوكيه وقناه الصرف الصحي، وبعد اللي كيسميو راسهم المناضلين اللي كيخدموا النظام العلوي الديكتاتوري بدون لف ولا دوران. غادي نقولوا واحد الكلمه ديال الحق الاخوان، انا ما غاديش نطول عليكم. هذا ناصر الزفزافي كتعرفوا الجماهير الشعبية، غني عن التعريف، غني عن التعريف بالشهامة ديالو، بالكلمة ديال الحق، ما يخافش يوم لومة لائم. خير دليل الإخوان هذا الشخص ديال ناصر الزفزافي، من كان على برا، من كان يعني كان ما نقوله، ما كانش في الزنزانة، ما كانش في الحبس، ما كانش في سجن الدول والعار، من كان على برا ما كانش يخاف لومة لائم، ما كان كيخاف حتى بشي واحد، وحتى في السجن الداخل. شوف الصوت الاخوان واش مسجد، كيقول لك الاخ راه الصوت ما كاينش. شوفوا الصوت واش راه هو هذاك او لا. شوفوا الصوت الاخوان، الصوت مزيان؟ الى مزيان ردوا علينا الله يخليكم الاخوان، الى كان الصوت مزيان. موجود الصوت؟ ايوا، كاين شي وحدين يمكن عندهم المشكل في البوق. المهم شوف سبحان الله، عاوتاني راه كيمشي كيضربوا لنا هذا اللايف هذا، ولا ما نعرف واش راه يوقع الاخوان ديالنا. المهم الرساله اللي كنقول لكم، شوف شوف راه كيمشي ويجي شي حاجه في هذا المباشر عاوتاني. هذا كاين الصوت، ليماج راها كتمشي وتجي، راها كتمشي وتجي. كريم منوس موجود الصوت، شكرا اخ كريم، راه كيمشي ويجي. هذا يبان لي راه كيكحال كاع، هذا كي سميتو ما عجبهمش الحال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصوره مزيانه، كل شيء مزيان الاخوان. الرساله ديالنا اللي غادي نوصلوها درك في هذه الساعه، الرجوله والشهامه ديال ناصر الزفزافي كتعرفوها، الفيديوهات ديالو كيثبتوا شكون هو هذا ناصر الزفزافي، العالم كامل عرفوا، عرفنا الرجوله ديالو سواء في السجن، ما عرفش الخوف حتى في السجن، وكما كتشوفوا خرج بواحد هذاك بواحد الحوار مع واحد الجريده اسبانيه. كنحيي الاخوان اللي خدموا عليها، والتحيه الكبرى كنعطيوها للصنديد اللي ما خافش، اللي ما خافش في وسط ربعه نتاع الحيوط، كنوجهوا له واحد التحيه من قلب عابر، من القلب نتاع الاخوان ديالو اللي راهم هنا، الاحرار والحرائر في جميع بقاع العالم، اللي حمر لنا الوجه ديالنا من خرج بهذاك الفيديو هذاك، بهذاك الحوار اللي داروا مع ديك القناه، واللي قال حمل المسؤوليه، قال لهم ها هو اش توقع عليه المسؤوليه، وها اللي قال قول عاش فلان، ولا نزيدو نكملوا التعذيب. نحييو هذا الشيء هذا، ونديروا واحد القوسه الاخوان، انا ما عادش نكثر عليكم، خير الكلام في هذا الشيء هذا، لقاش ناصر ماشي انا اللي غادي نزيد، مش حال ما قلنا في الحق ديالو، ذاك السيد هذاك ضحى وراه غادي يضحي، واللي كيقول اللي راه يختار الزعيم وراه خصنا نشوفوا شي زعيم ولا نشوفوا هكا ولا هكا، نقول لكم واحد الحاجه، والحاجه نتاع الاحرار اللي كتخرج بالقلب النابي. ناصر الزفزافي عمره ما قال انا زعيم، عمره ما قال انا قائد، والاوديوات ديالو والفيديوهات ديالو كيثبتوا، يقول لك انا ما زعيم ما قائد ما حتى شي حاجه، ولكن شكون اللي اختاره كزعيم؟ شكون اللي اختاره قائد؟ اختاروه الجماهير الشعبيه. ناصر عمرو ما اختار راسو، كيتبر دائما كيقولها، كيقول لك انا يا ماشي زعيم، انا ماشي قائد، انا من الشعب، هادي وانتمي للمنطقه ديالي صافي. ولكن هاد الناس هادو اللي راه كيقولوا تخلى على الزعامه وتخلى على القياده، ناصر الزفزافي كيقول بنفسه دائما هاد الهضره، خص انتم علاش ما اولتوهاش قبل؟ ولكن النظام الديكتاتوري العلوي كيمد الايدي ديالو لهاد الشيء هذا باش يخسروا كما نقولوا الوجه ديال ناصر، ولا الصوره ديالو نقولها هيهات وما هيهات. حنا والله ما نعرفوا شي واحد، نعرفوا ناصر اللي نعرفوه هو بالذات،
واش علاش؟ لان الاوديوات ديالو عمره ما تبدل في الراي ديالو، عمره ما تبدل في الراي ديالو، كيوجه الانتقاد ديالو عارفين لمن، وفي الحبس كيوجه الانتقاد ديالو، ولكن الدوله الديكتاتوريه ما تعجبلهاش، وكاين الاجندات ديالها، كاين اللي يقول لك يمكن ماشي مخابرات، مخابرات بزاف، كثروا بزاف بزاف بزاف، ولكن النصر قريب بمشيئه الرحمن. والله حتى يتفضح بنادم ويكون لي يكون، والله عادي نوجه هذه رساله، والله تكون لي تكون. راه فرعون علا في الارض واستكبر، راه محمد السادس وراه كيقفقف في القصر، راه كنقولها نوجه هذه الرساله والله العظيم. اي واحد تكون عنده الايادي مع المخزن النظام الديكتاتوري باش يطيحوا ذاك ناصر، يطيحوا في الفخ ديالهم، والله لهم بالمرصاد، والله حتى تخلصوا هادو بلي، راه ما نخافوش لو متلائم. ذاك السيد بالحبس وجه واحد الكلمه، وجه واحد الكلمه قال لك بالحبس، قالوا لي عاش السفاح، ولا نديرو نزيدو نكملو ذاك العذاب ديالو. هذه اللي الرساله اللي كنقولها انا، راه مانيش كنخوف عباد الله ولا حنا يا طرزان ولا لا، لان هذه الكلمه الجماهير الشعبيه اللي كتقولها، الاحرار اللي كيقولوها والحرائر اللي كتخرج بالقلب. انا واحد من الجماهير الشعبيه، انا واحد من الشعب المقهور اللي كنشوف في الشعب المقهور، انا واحد اللي عرف ذاك السيد يعني بلا قرب، يعني غير بالفيديوهات، وكتجي هاد الدوله هذه والله ما يوم ويكون لي يكون. والله ما نعقلو على شي واحد، اي واحد يجي باش يخسر الصوره ديال ناصر الزفزافي عند الجماهير الشعبيه لا يمكن. وكنقولوها له ناصر الزفزافي، انت يا ما اختاريتش راسك كقائد، انت ما اختاريتش راسك كزعيم، الجماهير الشعبيه هي اللي اختارتك، هي اللي اختارتك، ماشي انت اللي اختاريت راسك ومشي درت انتخابات، لا، الجماهير الشعبيه اللي كتقول لك ذاك السيد عمره ما تبدل في الكلمه ديالو، عمره ما وصل لشي حاجه اخرى، دائما في الطريق واحده. هذه الرساله اللي كنقولها لكم، اللي هذوك القنوات الصرف الصحي اللي كيجيبوا المواضيع على الصندير ناصر الزفزافي، واللي كيقول لك انا ماشي صندير، ولكن الجماهير الشعبيه اللي كتقولها له، يقولوا له انت يا هو القائد، انت اللي تمثلنا. وانا واحد بدوك الاشخاص اللي كنقول ناصر انت كتمثلنا، وكتمثلنا فين ما كنا، الاحرار كتمثلنا بالكلام الصميم اللي كتخرجوا. لحد الان ما شفناش شي حاجه ديال كيسميتو ديال اللي خارجه على النطاق نتاع النظام. لهذا حنا كنقولوا دوك القنوات الصرف الصحي كل شيء باين، كل شيء باين، ونقولوا اللي يخدم المخزن والله، والله تكون اللي تكون، والله العظيم حتى تخلص. راه ربي فوق كلش، ان الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا راه رمضان، ويفوت رمضان كاين دائما الايام، راه عندنا حنا كيف كيف، والايام لله، الله تعالى راه يحاسبك في الاثنين والثلاث والاربع والخميس وفي رمضان وعاشوراء وشعبان ورجب وهذاك، بلا ما عادي نمشيو، راه والله حتى تحاسب، والله ويكون لي يكون. نعاود ناكد عليها، هذا القوس هذا، الناس راها كتموت في البحر، راها كتموت، تخرج جماعيا 70 80 واحد كيخرجوا يعوموا مساكين، كاين اللي مات الله يرحمهم ويجي يقول لك امين المؤمنين، دولة الحق والقانون القفة، والناس راها تموت في البحر ورمضان. واش هذا الشيء؟ هذا واش هذا الشيء؟ درك بقى لكم ناصر اللي دافع على ذاك، لو كان سمعتوا لناصر الزفزافي واش تقال، ما توصلوش لهذ الفضيحة، لو كان ديك الدولة كتسمع وسمعت لناصر الزفزافي، لو كان دارت المعامل الناس فين تخدموا. هذه هي الكلمة اللي كنقولها لكم، وتحية عليا، ونعاودها لناصر الزفزافي، انت يا الزعيم اختاروك الناس، انت القائد اختاروك الناس، انت الصنديد لان اختاروك الجماهير الشعبية، الشعب هو اللي اختارك، ما اختاريتش راسك، كيبغيوك الناس، كيبغيوك الناس على الكلام الصميم، ولان انت قلت واحد الكلمة عجيبة عاوتاني وعظيمة، ونعاود نقولها في هذا رمضان، قلت لهم انا المنطقة ديالي نبقى ندافع عليها، واخا نبقى غير بوحدي في وسط الشارع، وراك ثبت في ربعه نتاع في الزنزانه انفراديه، وبقيت متشبت بالقضيه، يعني القناعات ديالنا متمسكه بك. وتحيه عاليه للاخوان احرار والحرائر، رمضان مبارك وعواش المباركه، ولا ما بانش الحل بالناصر يخرج في الشارع، والله حتى تشوفوا شي حوايج، الا طولنا ربي في العمر عادي تشوفوا شي حوايج تفرحوا. ونقول هذه القنصليات والسفارات حضيو راسكم، صافي كاين الفكره، شفتوا الكسوه ديال الخدمه، كاين حوايج اخرين، كاين الناس راها كتخمم واش تدير، كاين دراسات في العقول ديالنا من تحت فلوس هذا، ولكن هذا الشيء ما عادش، غير وجدوا راسكم صافي، كونوا مهنيين، حنايا النضال ديالنا عادي يستمر،
ذاك السيد راه في الحبس والله حتى تشوفوه هاك حلا، ذاك الشعب راه يموت في البحر والله يا محمد السادس يا هبال السادس اللي وسخت الاسم ديال محمد حتى تشوف هاك حلا. وتحية ليكم الإخوان عالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناصر زفزافي، الجماهير الشعبية هي اللي اختارتك، ما اختارك شي بيدق، ما اختارك شي انتخابي، ماشي شي برلماني، ما ركعت ما ركع ما هود ما قال لهم نسني العفو، ما قال حتى شي حاجة ناصر زفزافي باقي على الكلام ديالو. لهذا احنا متشبتين بذاك السيد هذاك الى الموت، والله العظيم مستعدين نموتوا موت ذروق قبل غدا. هذه هي الكلمة اللي كنقولها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.